وبنتكلم عن الأهلي وما كانش الحقيقة اهتمامه فقط بالتعاقدات أو بتجديد عقود نجومه، لكن كمان ملف الراحلين عنه، أو تحديدا كده قصة أيمن أشرف. قصة أيمن شغلت كتير من الجمهور الفترة اللي فاتت بعد تصريحات كولر الأخيرة اللي قالها بعد مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري يوم الثلاثة اللي فات. علشان أفكر حضراتكم سريعا، كولر قال إن مفيش أي مشكلة شخصية ما بينه وما بين أيمن، لكن خروجه من حساباته سببه فني بحت. وقال الجملة اللي خلصت على أي أمل لاستمراره كلاعب في الأهلي، ولما قال لك إنه ترتيب أيمن بالنسبة لي ما بين مدافعين الأهلي هو الخامس. خمسة ده يعني أنت بتتكلم ببساطة عن المركز الأخير بالنسبة لكولر. ده أكيد كلام له تأثير كبير جدا، أو قاسي كمان، يعني لو خلينا نقول قاسي على أيمن أشرف الحقيقة. وأكيد برضو كابتن محمود الخطيب يعلم هذه الجزئية تماما جدا وفهم ده كويس. عرفنا من الكلاسيكو أو في الكلاسيكو أنه الكابتن محمود الخطيب اتكلم مع أيمن أشرف مكالمة تليفونية طويلة كان هدفها الأساسي أنه يدعمه نفسيا، وقال له كده نصا: ما تزعلش أيمن، احنا عارفين قيمتك الفنية كويس، واللي انت اديته للفريق في الوقت الصعب ده مش هيروح على الفاضي، انت من ولاد النادي فعلا، كل المطلوب منك انك تواصل مجهودك في التدريب، تشتغل على نفسك لحد ما يجيلك الفرصة مرة تانية. لكن في نهاية المكالمة دي كابتن خطيب برضو كان حريص انه يكون واضح معاه، يعني بالرغم من انه قال له انه النادي بيدعمه، لكن مش هيقدر في نفس الوقت انه يتدخل في قرار المدير الفني، لانه دي سياسة الاهلي على مدار تاريخه. يعني بوضوح، قرار استمرارك يا ايمن في ايد كولر، وبوضوح اكتر طالما القرار في ايدك يا كولر فايمن مش هيستمر مع الاهلي، وايمن كمان فاهم ده كويس وابتدى يفكر في خطوته الجايه.